بسم الله الرحمن الرحيم. بعد انتهاء مباراة إشبيلية وبعد انتهاء مباراة بايرن وبعد فوز برشلونة على ريال مدريد 4-0، أو بالمعنى الأصح إن برشلونة فاز بكل المباريات اللي لعبها. برشلونة أمام فالنسيا خلص المباراة 5، أمام بايرن 4-1، وأمام الريال 4-0. برشلونة حرفياً في قمة مستواه وفي قمة مجده الكروي من سنين كتيرة. طبعا المجد اللي انا بتكلم عليه مش متعلق بفكرة ان برشلونة فاز على ريال مدريد او بايرن او اشبيلية، لان برشلونة تاريخيا بيمسك الاندية ديت بيدوس على وشها واحد تلو الاخر. لكن في السنوات الاخيرة ومع تغير خارطة كرة القدم ومع دخول الكورونا في عالم كرة القدم في 2020، أصبح على برشلونة ديون كتير جدا، مما اضطر إن برشلونة إن هو يبيع من أصول النادي وإن هو يسقط قليلا أو لفترة قصيرة، ويضطر للاستغناء عن نجمه الأول ليونيل ميسي وبيع لويس سواريز وبيع جريزمان وبيع لاعبين آخرين في النادي، لاعبين جاوا بملايين كثيرة جدا. ولكن برشلونة اليوم عاد مرة أخرى، برشلونة عاد بسبب لاماسيا، برشلونة في البداية عاد بسبب رومان بلانس اللي كان اكتشافه بدري، برشلونة بعد كده عاد بسبب جافي اللي تم إخراجه من لاماسيا على يد رونالد كومان، وبعد كده على يد وبعد كده الاعتماد عليه على يد تشافي هرنانديز وتطويره. أليخاندرو باردي تم استقطابه من لاماسيا ايضا على يد تشافي هرنانديز. الاستقطاب الاجمل والاهم في السنين الاخيره واللي ممكن يجابع اساطير كتير في تاريخ النادي لو استمر على نفس المستوى، لامين يامال. لامين يامال، اكتشاف تشافي هرنانديز، تصعيد تشافي هرنانديز، اعتماد تشافي هرنانديز، الدقائق اللي خدها لامين يامال طول المباريات الماضيه، والدقائق اللي بدا ان هو ياخدها تدريجيا علشان يصبح بطل اليورو بعد نصف موسم فقط من لعبه بشكل اساسي مع تشافي هرنانديز. كل الحاجات دي ترتبت على عوده برشلونه. برشلونه عاد بسبب لاماسيا، لاماسيا دايما هي الحل في برشلونه. امام ريال مدريد لاعبين لاماسيا كانوا بيتمثلوا في انياكي بينيا في حراسه المرمى، باو كوبارسي في خط الدفاع، واليخاندرو بالدي على الجهه اليسرى وسط الملعب كان عباره عن كاسادو وبدري، وخط الهجوم في لامين يامال. تقريبا اكتر من نصف الفريق او التشكيله الاساسيه لاعبي لاماسيا، حدث ولا حرج من اللي كان قاعد على الدكه بابلو جافي، وفيرمين لوبيس كمان هو خريج من خريجي لاماسيا كان في الملعب وبشكل اساسي وانا نسيت اذكره. كمان كان موجود على الدكه مارك بيرنال المصاب، والكثير 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 من اللاعبين التي لا يستغني عنهم برشلونه وهو الحجر الاساس في عوده النادي. برشلونه لما سقط سابقا لجأ للاماسيا، برشلونه لما رجع اعتمد على الصرف والبيع في عصر اخوان لابورتا الرئيس القذر في تاريخ برشلونه، برشلونه رجع مره اخرى وهبط، وراح اشترى عثمان ديمبلي ب 150 مليون يورو، كوتينيو ب 130 مليون يورو وغيرهم من الاسماء، وانطوان جريزمان ب 120 مليون يورو. برشلونه صرف فسقط فنهض فعاد بسبب لاماسيا. لاماسيا هو او هي السبب الرئيسي في عوده برشلونه الى الواجهه من جديد. لاماسيا هتفضل هي حجر الاساس في برشلونه، هتفضل المدرسه رقم واحد على مستوى العالم. ريال مدريد لا يمكن ان ينافس برشلونه على مستوى المدارس، لا يمكن ان ينافس برشلونه على مستوى الاكاديميات، ريال مدريد لا يمكن ان ينافس برشلونه الا عن طريق الصرف، الصرف وحده. ريال مدريد لو ما صرفش لا يمكن ان ينافس، برشلونه لو ما صرفش يمكن ان ينافس ويخرج افضل لاعبين في العالم ويستثمر بهم ويستثمر فيهم، وكمان يقدر برشلونه ان هو يروح لابعد الحدود. بيب جوارديولا في 2011 لما خد دوري ابطال اوروبا، او في 2012 في 2011 تحديدا لما خد دوري ابطال اوروبا، كان معظم اللاعبين من التشكيله الاساسيه لاماسيا، ليونيل ميسي، اندريس انيستا، بيدرو، تشافي، بويول، بيكي، فالديس، كل اللعبة دي كانت خريجي لاماسيا. كان موجود على الدكه جوردي البا وسيرجي روبرتو خريجي لاماسيا، بوسكيتس خريجي لاماسيا، فلاماسيا هي الحل. عوده برشلونه تمثلت في عوده لاماسيا، برشلونه اكتسح
إشبيلية، ثم ذهب لبايرن ميونخ في عكر ضرب برشلونة واكتساحهم برباعية نظيفة. ولو هانز فليك لم يتراجع قليلا بعد 1-0، كان برشلونه داعس على البايرن بكل الطرق وكان ممكن يكون فيها نتيجه ثانيه. ولو مش مباراه الكلاسيكو كانت بعد مباراه بايرن ميونخ، كان برشلونه حرفيا انهى على بايرن ميونخ كليا من الوجود بسبب النتيجه اللي كان هيكسبها برشلونه، لان برشلونه كان مهيئ جدا انه يزود النتيجة. لكن الكلاسيكو كان بعد مباراة بايرن، فأبى برشلونة ألا يلعب بنفس الريتم بنفس التشكيلة، وعمل بعض التغييرات والمدورات تحسبا للكلاسيكو اللي برشلونة دعس فيه ريال مدريد 4-0 مع الرقفة. لولا روبرت ليفاندوفسكي كان النتيجة راحت في حتة تانية. لولا تصرف فيرمين لوبيز وبعض القرارات كانت النتيجة راحت في منطقة تانية خالص. كان برشلونة دعس الريال 6-0 مع الرقفة، زي ما احنا بنقول في كل مرة برشلونة بيقابل ريال مدريد سواء بلمسية او من غير لمسية، برشلونة سيعود.